طبعا هذا معمل الإنبات، دائما يسألون الناس عن متى وقت البذر، متى وقت البذر. طبعا وقت البذر هو الأفضل وقت البذر، إنه يكون يعني في براد الوسم قبل الشتوية لأغلب الأصناف، لكن الآن إحنا بالجوزة ما شاء الله، شوف الإنبات شلون جيد عن طريق البيوت المحمية. الوقت مناسب طول أيام السنة للبذر. طبعا هذا الطلح، وهذه الفرفارة، وهذه الكتلبة، وهذه يسمونها المستحية أو الميموزة، وهذا الورطة. فهي نصيحة لكل اللي مهتمين في التنبيت، درجة الإنبات المناسبة في وقت الصيف هي من 25 درجة إلى 28 درجة، أو من 23 إلى 27. طبعا هذا طلح، وهذا الغاف، أتمنى لكم التوفيق.